حرية الكرامة العدالة الاجتماعية، حرية الكرامة العدالة الاجتماعية، حرية الكرامة. ويا وزير ويا مسؤول، ويا وزير ويا مسؤول. جينا كمتضامنين مع الطفل اللي مات هنايا ضحية لاتغتعبان، ماشي ضحية لاتغتعبان، ضحية الإهمال. لو كان لقى هذا الطفل الإسعافات وكان لقى العلاج ما غاديش يكون ضحية، ما غاديش يكون موت. تعبان ما التعبان الكبير، هاد الطفل ضحية التعبان الكبير. اشنا هي وزارة الصحة، المندوبية الصحة، هذا هو الضحية تاع الطفل. وحاليا هاد الصباح بحر فاق واحد الدري من الغيبوبة تاع ديزنيت اي تجرار، حتى هو ملات غتعبان اليوم عاد فاق مسكين من الغيبوبة. حنا كان واحد المراسلة للوزارة، كيفاش هالوزارة ما كايناش الأدوية تاع هاد الثعابين والعقارب، وحنا فمقبلين على فصل الصيف، كيفاش؟ هي حنا غادي نشدوا ولادنا ما نمشوش ندوروا. بالنسبه لحنا مناطق السوس كنمشوا الاغلبيه في العطل، كنمشوا للمناطق شنقولوا الجبليه باش نمشوا ندوزوا العطله. هي هذا العام غادي نقعدوا، من علاش؟ من الوزاره ما موفراش لينا الدواء. الساكنه ديال الدائره الجبليه خرجت كتحتاج على الاوضاع المزريه للصحه في الدائره الجبليه بصفه عامه، وكتندد بالوضع الكارثي والمزري للمراكز الصحيه المتواجده بالدائره الجباليه عموما، وكذلك المركز المتواجد في مركز ايت بها الذي يفتقد الى ابسط شروط الصحه، سواء من الاطر كفء او من تخصصات متعدده. وهذا الوقفه اتت نتيجه تنديدا بما تعرض له العديد من ساكنات ايت بها ودرار من لدغات الافاعي السامه ومعاناتهم في التنقل الى المستوصفات الموجوده في المنطقه.